I'm gonna be like it. I'm so delighted. ستة أشهر مع الجماعة فروا ست تفضل This is a disgrace. It is criminal. It is wrong, and it needs to end. And I don't care, you know, we're not neutral when it comes to diversion of food aid. We're not neutral when it comes to fraud and corruption. I don't care if it's a war or not. Innocent people are suffering, and the Houthis should know better. هناك فشل على من المانحين فشل من الحكومة وفشل من المنظمات المحلية والأرقام هذه لم تصل منها 30% وأجزم بهذا القول بأنه لم تصل من هذه الأرقام سوى 30% وأقل من هذه النسبة إلى المستفيد الأول ملف الإغاثة الإنسانية هذا ملف شائك طبعا وملف الجماعات المتصارعة والمتحاربة استخدمت الإغاثات الإنسانية لتمويل جبهتها ولتمويل ولشراء ولاء واستقطابات الحوثيين استخدموا الإغاثات الإنسانية لتمويل الجبهات واستخدموا المساعدات المالية وضغطوا على المنظمات المانحة حتى المنظمات الدولية لتسليم المبالغ اللي هي مبالغ مالية وبرامج تنموية لعمل استقطابات للجبهات ودفعها لمن يوالوهم في الصراع يعني ملف الإغاثات الإنسانية تحول إلى ملف من ملفات الصراع للأسف الشديد